اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يا بابا، انت استحالة تعمل فيا كده، عشان دي حياتي انا، والمفروض انا اللي اختار. انسي انسي يا ندى، لو اخر واحد في الدنيا استحالة تتجوزي واحد مدمن، انت سمع؟ بقولك ايه، انت بنت الله يا عبد الحميد، وهتقابلي العريس النهاردة، يعني هتقابليه. خلاص يا بابا، وانا مش هعصي اوامرك. اوكي حاضر يا بابا، انا هقابله. برافو يا بنتي، شاطرة. ايوة كده، ريحي قلب ابوكي. ماشي يا بابا، على اذنك عشان احضر نفسي. وديني وديني لوريكوا كلكوا. ماشي، اما طفشتوا. يلا يا ندى يا حبيبتي، يلا، بتعملي كل ده ايه؟ اوكي يا ماما، بلبس اهو جايه. ماشي بسرعه بقى. اتفضلوا، اهلا وسهلا بيكم. يا بنت الجزمه، يا ندى الكلب اللي انت عاملاه في نفسك ده، وديني لوريها. ايه ده؟ ايه ده اللي هي عامله في نفسها ده؟ الله، امال ندى هتخرج امتى يا طنط؟ هي دي الخدامه مش كده؟ خدامه في عيلك يا بعيد. انا ندى. ايه رايك في الستايل الجديد؟ هفضل بيه على طول. ايه ايه يا عم الكلام ده؟ طيب نسيبكم تتكلموا شويه مع بعض. ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو انا مش عارفك يعني يا ندى؟ ما انا عارف شكلك كويس. اصل في سر خطير للغايه واهلي ما يعرفوش بيه. وهو ايه بقى السر ده يا اختي؟ انا عندي حاله نفسيه، وساعات بمشي وانا نايمه، ومش بس كده، لا ده انا ممكن ارتكب جريمه وانا نايمه خالص ومش حاسه بنفسي. طب اقول لك على سر، انا مره كنت نايمه وصحيت من النوم ورحت وقتلت قطه، ومن يومها بقى والقطة دي بتطلع لي روحها وعايزاني اقتل ناس كتير قوي. وفي مرة رحت خنقت ابويا من غير ما احس، وساعات بقى نفسي بتهفني على القتل قوي. طب اقول لك حاجة بقى يا ريس، خد التيلة بقى، لقيت نفسي هفاني على شرب الدم، دم البني ادمين. ما تستغربش. ايوة، اصل كنت بتفرج على فيلم مصاصين دماء، ومن ساعتها اخدت اني لازم اتغدى وافطر على دم البني ادمين. يامي. طب ايه بقى؟ ها ابعدي عني، انا عايز اقوم، والنبي انا عايز امشي. تمشي فين؟ دي الليله لسه هتحلوي يا اسطى. ايه ده؟ طب ما تشوفيلك حل في اللي انت فيه ده. اصل انت ما تعرفش كمان في حاجه مهمه قوي لازم اقولها لك، مش احنا برضو هنتجوز؟ بيني لا لا، هنتجوز. اسمع بقى، اصل انا عليا جن عاشق وقال لي لو اتجوزتي هقتل جوزك وقطعه شرايح زي شرايح البطاطس. ايه يا امي، هو انت اتحولتي كده ليه؟ ومال صوتك بقى زي صوتي كده ليه؟ ولسه انت ما تعرفش حاجه. لا يا ماما، انا عايز امشي، ابعدي عني يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ انت عملتي ايه في الراجل خليتيه يجري كده؟ ما اعرفش، كلمه يا بابا وهو هيحكي لك. انا عن نفسي كنت موافقه جدا. ايوه طبعا هكلمه. الو. ايوه يا علي يا ابني، هو في ايه بالظبط؟ أستاذ عبد الحميد، أنا آسف جدا الصراحة كده، أنا ما حسيتش معاه بالتفاهم، عقلنا مش زي بعض خالص. على إذنك يا عمي، مش هينفع، سلام، ولو سمحت ما تكلمنيش تاني خالص، سلام. إيه ده؟ هو في إيه بالظبط؟ شفت يا بابي بقى، ظلمتني، شفت إن هو اللي مشي لوحده الحيوان ده؟ ده أنا حتة جوهرة وكنت موافقة، مش عارفة يعني غير رأيه ليه. اه يا بنت الجزمه، ما انت طالعه للعريس كده. طب وديني، ما انا سايبك. خلاص يا بابا خلاص، بقولك تعالي هنا، ما تجريش يا بت. بقولك يا عبد الحميد، انت لو عملتلي اي حاجه هنتحر وهرمي نفسي من على السرير، وذنبي يبقى في رقبتك يا بابا يا مفتري. وبعدين بقى يا مان، ما تخليك كده فري وجميل وحلو يا والدي، وسيبني انام بقى يا عم الحاج. يلا اخرج واطفي النور.
يا جزمة ماشي وديني لوريك. بعدها عدى كذا يوم ومحمد اتحسن، وريهام لسه بتنفس في خطتها اللي بتعملها، وهنعرف بعدين ايه خطة ريهام وايه اضرار الخطة دي. وطبعا لسه اهل ندى مصرين على قرارهم انهم رافضين محمد خالص. بعدها بقى محمد خرج من المستشفى وخف الحمد لله، وراح عشان يقابل ندى. ندى انا بحبك، تقبلي تتجوزيني يا ندى ونقضي باقي حياتنا مع بعض؟ ايه ايوه موافقة موافقة طبعا. وهو بالمرة اكسب فيك ثواب. يخرب بيت ام اللحظة، فصلتيني يا شيخة، ده انت فظيعة. بهزر ما اقدرش ما هزرش. الله ماشي. ايه ده ايه التورته دي؟ هو النهارده عيد ميلادك ولا ايه؟ لا يا ستي مش عيد ميلادي، اصل انتي بتبوظي اي لحظه رومانسيه. يوه ايه قول. ماشي انا كنت جايب التورته دي عشان النهارده يعتبر انا اتولدت من جديد، حبك ليا خلاني انسان جديد خالص. خلاص كفايه بقى رومانسيه وتلزيق وكده. ماشي يا ستي عندك حق، الف الف مبروك. انا عارف ان اتفقنا عليكم وكده، بس بعد حبكم ده انا اعترفت بمشاعري لحبيبتي. بجد شكرا ليكوا قوي، احنا خدنا خطوه مهمه جدا بفضلكم. الله بجد شايف شايف يا محمد. شايف ايه؟ انتوا بتتكلموا جد يعني ولا ايه؟ دي قطعت عليا اللحظه. لا يا عم بس بصراحه شجعتونا. واو اوكي استنوا بقى. ايه عايزة ايه؟ استنى يا عم هقدم فقرة الاذاعة. لا والنبي شش. اوكي طبعا كالعادة يا اساتذة ندوش مصدر الحكمة والسعادة في كل بيت وفي كل مكان، ومعنا ده مش هتقدر تغمض عينيك من كتر الضحك. شكرا شكرا ليا قوي، شكرا يا اخواتي واعزائي الكرام، شكرا. ايه ده ايه ده، هي دي فكرة كرتونية ولا ايه؟ بس بقى طبعا لإذنك احنا بقى. يخرب بيتها بالك فضحتينا يا شيخة. بس بقى مش هتقدر تغمض عينيك، دي كانت في قناة روتانا يا حبيبتي. روتانة ايه؟ اسكت انت، انت ايش فهمك اصلا؟ انا برضو ماشي، انا بس نفسي اعرف حاجة واحدة، هو انت سوقت ميكروباص ولا توك توك ولا دكتورة ولا بتاعت اذاعة ولا ايه بالظبط؟ ايه ده ونسيت الكورة كمان، انت يا بنت انت كنت بتعرفي تلعبي كورة، هو انت فيك ايه بالظبط؟ انا راكبني عفريت، اجري يلا احسن يجيبك من قفاك. يا بنت الهبلة. استنى بس خد يلا تعالى، ممكن اطلب منك طلب صغنون؟ لا اوكي شكرا قوي، عايزة اركب موتوسيكل. ايه ده وانا بقولك لا على فكرة، ليه بتطلبي بقى؟ بطل رخامة بقى يلا ركبني موتوسيكل. تصدقي فكرة حلوة، هي هبلة بس حلوة. قشطة يلا بينا يلا. ها مبسوطة؟ جدا. طب بقولك ايه بقى، خدي معاد مع ابوكي بكرة، ايه رأيك؟ ايه ان شاء الله. ايه ده في ايه مالك؟ بصراحة كده يا محمد انا خايفة انه يرفض. وليه بقى؟ ليه بتسبقي الاحداث يعني؟ ان شاء الله خير. يا رب يا رب يا محمد انا خايفة قوي. ما تخافيش طول ما انا جنبك، انا حمايتك وضهرك، ما تخافيش. ها ماشي يا عم. ايه ده ايه ده، ايه السلعوة اللي بتبص عليك دي؟ بتبص عليك ازاي؟ اكيد انت كمان بصت لها صح؟ يا ستي بصت لها ايه بقى، انت هتلبسيني مصيبة وانا قاعد. اسكتي بقى. والله استنى بقى كده، انت يا بت معجبة بيه ولا حاجة؟ ايه عايزة رقمه؟ تعالي تعالي هديهولك، ما تخافيش يا بت. مالك؟ ايه ده في ايه، انا اسفة جدا. شكلك ما عندكيش حبيب يا اختي يملى عينك. ايه ده الطريقة دي، اوف اوف، تنحى تفوق على منظرك. انت رهيبة يا شيخة، قلت لك اللي يفكر يبص بس عليك ساعتها شيل عينه من مكانها. طيب خلاص خلاص بقى يا امي، البت دي يلا تعالي اروحك بقى، تعالي يا لمضة. اوكي
عينك في راسك يا محمد، على الله تبص يمين وشمال. ما تخافيش بقى. اوف. هاي، ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ بقول لكم ايه، في عريس جاي يتقدم لي بكره، واتمنى انكم توافقوا. يلا تصبحوا على خير. ايه ده، هي البنت دي مجنونه ولا ايه؟ خلاص بقى اهدى ونشوف بكره ايه اللي هيحصل. ماشي، اما نشوف. بعد ما محمد روحنا ده، روح هو كمان على البيت وغير هدومه، وقعد كان بيفكر في ندى، وفجأة ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ في ايه؟ انا كنت خفيت، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة، انا تعبان مش قادر. ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى ايه اللي بيحصل مع محمد بالظبط؟ وهل اهل ندى هيوافقوا على محمد ولا ايه اللي هيحصل؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.